تاني واحد هو اول واحد المفروض يعني هو امام عاشور. امام انا عايز بس هو نجم المباراه من وجهه نظري. طبعا طبعا، ومش المباراه دي بس، برضو المباراه اللي فاتت، في مباراه طبعا قلنا تذبذب المستوى ده طبيعي جدا، بس كانت حاله الفرقه ككل خلي بالك. ايوه في الفتره اللي قبل كاس عالم ده طبيعي جدا، وكان امام لسه بيندمج. كان امام لسه شخصيه النادي الاهلي، طباع النادي الاهلي، تدريبات النادي الاهلي ده مهم جدا. ليه تدريبات الاهلي مختلفه؟ طبعا كولر، الانضباط في التدريبات، الانضباط في التدريبات، التدريبات كلها لازم تتمرنها. انا بكلمك في تفاصيل من جوه. حضرتك هتنضبط يبقى لازم تتمرن كل التمارين، مفيش حاجه اسمها ما تمرنش، مفيش حاجه اسمها تقول لي مدرب الاحمال اصل مش هجري اربع، طب لو ست لفات هجري ثلاثه بس. انا بجيب لك من الاخر، ففي انضباط حصل، في التزام في التمارين، مفيش حاجه اسمها ريح اصل مش عارف ايه خليهم واحده اتنين، لا. فحصل ده، ففي امام عاشور كل الخطوره النهارده كلها ثرو باص من امام. صح. كل الخطوره والكرات الخطره كان فايق بصراحه، فايق وعنده رؤيه، عنده موهبه، عنده قدرات بتطلع، عنده روح عاليه قوي في الملعب. بتتكلم في لعيب الدقيقه كام كانت الهجمه الاخيره دي؟ في جت 92 تقريبا، 94 او 94، عامل دريبلينج من وسط ملعب الخصم، صح، معدي واحد ضد واحد بمهاره، شايل الكره بمهاره، بمقاومه في الدقيقه 92، قوه ومقاومه. أيوة. بالمجهود اللي عامله في الفتره اللي فاتت كلها في السعوديه في كاس العالم للانديه، وترجع تاني بالمجهود ده. خلي بالك انا زعلان ان امام رجع مصر، النوايات دي من اوروبا. طبعًا. لما كان في ميتلاند طبعا انا زعلان عليه. لا والله، شايف ان هو كان الافضل يكمل. انا نفسي المواهب دي تخرج بره. صح. ليه رجعت؟ عندك قدرات، خلي بالك ده لو اشتغل كمان، وانضباط والتزام وتطوير اداء. ليه رجع؟ لان المدرب اتغير فما كانش مقتنع بيه. لا، مدرب ايه اللي اتغير؟ هو رجع كان مصاب، رجع ما رضيش يروح تاني، قال لك مش عايز اروح. لا، مش احنا سمعنا ان مش الاقاويل اللي حصل، كان المدرب اتغير في الحقيقه. حصل المدرب اتغير، لكن حتى لو المدرب اتغير لازم يكون في اصرار ومصابره. لا، ما اقتنعش بيه دي. ما هو ماشي بس الاجازه، وبعدين اللي احنا عارفينه ان المدرب اتغير ما اقتنعش بيه، بس الاداره ما كانتش عايزه تسيبه. غريبه جدا. ايوه، انا بقول لك على اللي هي دي اللي بقولها لك. هو لما راح خلي بالك واضح ان هو ما اقتنعش بيه. ليه؟ واضح ان هو عنده قصور، قصور في التدريبات. خلي بالك نوع التدريبات هناك، انت بتتمرن 8 ساعات متواصله. طب بس انت بتقول مجهود امام عاشور في الدقيقه 94 وقوه امام عاشور، لكن هنا غير بره، ما تاقلمش بره. مش اي حد بيتاقلم بره، لان في ناس كتيره هنا بتلعب بتبقى كويسه جدا والله فنيا، لعيبه اقل. طب ما هو، طب هو دلوقتي مش منضبط امام؟ اه لا، ما هو عشان كده فارق. ما انضبطش ليه هناك؟ طب ما هو يحاسب نفسه بقى. طيب، يبقى هي مش انضباط. هو اللي يحاسب نفسه مش احنا. امام اصلا مش دماغه الاحتراف. طيب، انا عارف عشان كده رجع. عرفت بقى انا بقول لك ليه؟ عرفت هو رجع ليه؟ عشان هو مش قادر. هي